أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة أو نسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. بسم الله بسم الله بسم الله. يسحب الصداع من الرأس ويعالج موضعه طاعة لله. أي عارض يسكن في الرأس أحرج عليك بالله العلي العظيم أن تسحب أذاك من الرأس الآن وتخفف الألم تماما. أي عارض بيسكن في الرأس أحرج عليك بالله العلي العظيم أن تنزل من الرأس الآن وتسحب الصداع طاعة لله. يسحب الصداع طاعة لله. بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به
ولن نشرك بربنا أحدا.